منتخب ايران صاحب الست مشاركات على مستوى بطولة كأس العالم، واللي يبحث عن التأهل لأول مرة في تاريخه لطبعا دور الفريق المغلوب. تعادل كان لويلز عن المنتخب الأمريكية، في حين خسارة قاسية جدا لمنتخب ايران امام المنتخب الانجليزي في طبعا مباراة كانت انتهت في اساسي من المنتخبين في هذه المباراة. المنتخب الويلزي اللي بيلعب في حراسة المرمى، الحارس طبعا الاساسي النهارده الحارس وين هانسي. طبعا دي تشكيلة ايران ظهرت على الشاشة منذ لحظات امامنا. في التشكيلة وين هانسي، ثلاثة في الدفاع، ميرسون رقم خمسة، رودون ستة، وبن ديفيز أربعة، في وسط الملعب أربع لاعبين، كونر روبرتس 14، امبادو رقم 15، هاري ويلسون 8، ونيكو ويليامز رقم 3. في ثلاثة في أمام طبعا الخط الأمامي، أرن رمزي 10، وجاريس بيل أمامهم في الصورة رقم 11، وبيتر مور طبعا رقم 13. تشكيلة يعني مميزة، تعديل واحد النهارده، خروج دانيال جيمز ودخول اللاعب بيتر مور اللي كان شارك كبديل وأثر كثير على نتيجة المباراة اللي كانت أمام كندا. طاقم تحكيم بقيادة الحكم ماريو ألبرتو إسكوبار حكم هذه المباراة، وهو من نيكاراغوا، عودة كل من كالب ويلز من ترينيداد، وان كارلوس مورا كوستاريكي، ماجيت ديدياي الحكم السنغالي في مباراة اليوم هو الحكم الرابع، وحكام البار درو فيشر من كندا، يعاونوا كل من فرناندو عن 58، وخرجوا بهدف في ليه امام جماهير طبعا الستوكهولم في السويد. اول كرة اول محاولة في البداية هنا من جانب اللاعب نيكو ويليامز لاعب نوتنغهام فورست، لاعب اللي كان في ليفربول واللي يعني استمر الحقيقة يعني في الاعارات، راح الى فولام واصبح مع كونر روبرتس، يعكس كرة حلوة ولد على الكرة من جانب اللاعب كيفر مور. كيفر مور كرة هدف، كرة هدف هنا من كيفر مور المهاجم اللي بيلعب في صفوف فريق نادي بورنموث، واللي سجل في الدوري الانجليزي اربع اهداف، في استون فيلا هدف، وهدفين في السبيرز، وهدف في ايفرتون. لكن شوف كولر عاملها حلوه قوي، وبص الراجل قطع هنا ب 109 مباراه بقى عنده 110 مباراه. لكن التغطيه الدفاعيه المنتخب الايراني على دفاعيا، عنده ثغره دفاعيه في اللقاء الاول، وبالتحديد من ناحيه ميلاد محمدي اللي امامنا هنا، هو بيحاول يغطي اصابه الحارس. هذه انطلاقه يا ولد، هي هدف، هي هدف، هي هدف، هي هدف. اوه على الكوره اللي فاتت، اه على الكوره يا راجل، انت تسجل يا ازمون، سردار ازمون. وامامنا هنا التفاني علي الهضومي زاده، علي غولي زاده امامنا هو بيسجل يا ولد، يا ولد على الهدف. خطفوه، خطفوه من المنتخب الايراني في هذه الكرة في هذا اللقطة، قطعت الكرة من المنتخب الويلزي وعلى موعد اذا كان راس حربة تحرك رائع. جاريس بيل وطاقم التحكيم المساعد اللي امامنا هنا من كوستاريكا الموجود النهارده ترينداد والاس، هتشوف امامنا هنا المنتخب الويلزي مميزين. لكن يا ولد حسيت اللي بيحاول من خلاله انه يصل الى انتصار، وفاول، فاول لصالح اللاعب رامين رضايان امامنا هو لاعب اللي انطلق، لاعب سيباهار يلعب ومحو الصورة في مباراة انجلترا. ومنتخب ويلز يقدر يبني على التعادل اللي كان امام المتحدة الامريكية اللي كان افضل في الشوط الاول، ولكن مع تعديلات. نيكو ويليامز يبدو عنده اصابة، الضغط العالي، منتخب ايران النهارده بيعمل كل حاجة يعني مغايرة لما حدث في اللقاء الاول امام المنتخب الانجليزي. النهارده بنشوف الاداء الموجود، بنشوف الصلابة الدفاعية، مرمى ويلز عن 58 في مباراة ربع النهائي، وتمديدة رأسية لكن إلى خير. ضربة رأسية هنا من جانب سردار أزمة 16 لاعب ارتكاز في المنتخب الانجليزي. مقطوعة طالق في الجانب، رضا إياد أمامنا بيلعب في الجنب اليمين، لكن شوف بقى اعتماد على سردار أزمون، ثاني أحسن لاعب خارج آسيا في استفتاء أحسن لاعب في آسيا 2019 بعد الكوري الجنوبي سون وان مين، وبعد هسيبي طبعا لاعب توتنهام، وبعد هسيبي لاعب أنتراكت. هذه بالنسبة في كأس العالم. جاريس بيل واحدة من الكرات البعيدة، ميتو وتدخل قوي مع امبادو، شوف هنا سقوط اللاعب، اللاعب امبادو، سقوط امبادو، لا حلو قوي ويليامز، ويليامز اتكعبل في رجله لكن تجي له مره ثانيه ويحطها في الملعب لسه، لكن امامنا هنا المحاوله وكانت تطلع الى خارج. هجمه واعده للمنتخب ويلز، هجمه واعده للمنتخب ويلز. الجمهور امامنا هو بيسكر طبعا، الجمهور الموجود هو اعطى الفرصه لمور، وكره عاليه على طول لكن انت لا تخدم اي من الفريقين. كره عرضيه كتير، علي جوليزاده يلعبها حلوه، حلوه وقائم ثاني، اه حلوه المباراه،
كورتين منتخب ايران كانه بيجرب القائم الشمال ورجع وجرب القائم اليمين. كرة سردار ازمون اللي انطلق فيها وقف المباراة بضيان امامنا وكعب الجميل، ولكن انتهت المباراة الاولى مكان اللاعب ويليامز، دخل مكان ويليامز، دخل مكان ويليامز براندن جونسون، لكن دانيال جون جيمس كان اساسيا في المباراة. ادي امامنا هنا جول حركه سردار ازمون مش جاهز قوي، لعب في الدوري الالماني مع بايرن ليفركوزن. تعود المنتخب الويلز اللي بيحاول يود الاقوى، ولكن هناك تدخل وفاول، فاول على ميلاد، فاول على ميلاد محمد. تبديلين هيتموا في هذه اللحظات، تبديلين من استعقوا اسبانيا، والنهارده متعلق بركنيه لعب قصيره وعرضيه من اللاعب المميز احسان شجاعي في النقطه الفاضله. كرة سعيد عزة الله ومعها نقلة ركنية رابعة في المباراة لصالح المنتخب. نادي طارمي، نادي طارمي يحاول يسدد اللعبة على المساحة للتدخل. أول حالة طرد، أول حالة طرد هتكون بعد قليل، أول حالة طرد مهدي طارمي. وين هنسي؟ فين هنسي؟ فين هنسي؟ قال الحكم أمامنا انذار، 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 ليس هناك طرد، ليس إلا الطرد الأول هيكون في هذه البطولة. ممكن تعال بقى خذ أحمر وابو طاقة حمراء هنا لوين هانسي، وين هانسي، لكن طلع يعني بالدفاع ودي تضحية لأنه منع هدف، منع هدف. كرة مرة ثانية كرة خطيرة للمنتخب الإيراني.